معانا الحاج مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي. برحب بحضرتك يا حاج مجدي. كل سنة وأنت طيب يا حاج مجدي. كل سنة وأنت طيب. أخبارك إيه؟ الحمد لله كل سنة طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة. أنا عايز أكلم حضرتك النهاردة في موضوع متعلق بالموظفين اللي هم على حساب جاري الجمعيات عندنا في الإصلاح الزراعي. الناس دي عايزين نحسن أوضاعها شوية. القانون بيسمح لنا بايه واحنا عملنا ايه عشان الناس دي دخلهم يزيد؟ لان انت حضرتك عارف ان الاسعار زادت في كل حاجه. هنعمل ايه عشان الناس دي وعشان الناس دي تعرف تفتح بيوتها وتصرف على اولادها؟ ما هو انت عارف ان الفلوس دي بتتخصص على الفلاحين ماشي. ايوه احنا مرتبطين بالقانون والحواسب والشقات حسب شؤون الجمعيات. ايوه ثاني حاجه ان احنا كنا الهيئة العامة للإصلاح الزراعي فيها حوالي 5000 درجة أو 7 فاضيين. أيوة. فإحنا كنا طالبنا إن هما يخشوا على الدرجات الفاضية دي. يعني لأن بما إن الدولة كانت الأول القانون بيقول إن الدولة مسؤولة بدعم الجمعيات فنياً وإدارياً ووظيفياً. تمام. يعني تدعم الجمعيات بالحق، القانون ده نفسه اللي بيقول كده. فجاء حوالي 2000 درجة بس للأسف بدل ما يخصصوهم للإيه شغلوا بيهم ناس تانية خارج الموضوع للإيه واحد شغاله يعني دخل فيها الواسطة. دخل الموظفين اتعينوا ناس تانية غير الناس دي، يعني كانوا المفروض يخشوا على الدرجة دي لأن هم اللي عملوا مجهود وكانوا عملوا وراحوا وزارة المالية وراحوا وزارة التنظيم والتنظيم والإدارة. المهم عملوا مجهود جامد واتفرج على 20 درجه حوالي 20 درجه وبدل ما هم يشتغلوا عليها شغلوا ناس ثانيه. لكن هو كل اللي فيها ان انت عشان تحسن اوضاعهم عن طريق الجمعيه يبقى الجمعيات هتتقفل، يبقى هو لا هيلاقي شغل ولا هيلاقي مرتب. لان في الحاله ديت الجمعيات مش هتقدر تقوم دلوقتي لان هي جمعيات بتخسر دلوقتي وهي المرتبات على هذا الاساس. لا الجمعيات احنا قلنا للجمعيات اعملوا مشاريع عشان تدخلوا دخل للجمعيه وتحاولوا تحفزوا الناس وتعوضوهم يعني على الحاجه دي. احنا معاهم مش ضدهم بس احنا بنحاول نبحث عن اي حاجه. انا عارف ان حضرتك معاهم بس يعني الكلام اللي حضرتك قلته يزعلنا كلنا. الناس دي كان في درجات المفروض ان هم يتسكنوا عليها. دي درجات خاليه الهيئه محتفظه بيها زي ما تقول مش عارف جايز ان وزاره الماليه تشتريها مننا تاني. يعني هو ربما انه ممكن يطلع كمان من القيادات السياسيه اللي عنده درجه فاضيه يبيعها الحكومه تشتريها منه فاحنا محتفظين بيها. طب والناس دي هتعمل ايه يا حاج مجدي؟ انا عارف ان انت بتنزل معاهم وبتقعد تتكلم معاهم وبتشوف احوالهم. يعني لما يكون واحد بياخد 750 جنيه وهو شغال بقاله 10 15 سنه وعنده 3 عيال ومراته يعيش ازاي؟ هي دي المشكلة ان هو اصلا ما بيشتغلش، يعني هو الشغل حتى في الجمعية ما فيش شغل هناك. ثاني حاجة ان هو اصبح موظف وله مرتب. وبيبص للجهاز بتاع الدولة اللي هو بيروح يمضي ويروح، الأجهزة اللي هي بتروح تمضي وتروح، هو بيبص بيقول لك هو فاكر عاوز موظف دولة. هو في عدد كبير فعلا واخدها ان دي انا حاجز مكان علشان لو حصل تعيين يبقى تعينت وبيشتغل بره، لكن في ناس تانية هو دي شغلته. يعني انا في جمعية فيها غفير كان بيكلمني بيقول لي انا بشتغل حتى يوم الجمعة عشان اخد ال 18 جنيه بتوع يوم الجمعة وهو غفير. يعني ده ما ينفعش يغيب، لو غاب هتحصل مشكلة في الجمعية. ما ينفعش ان انا ابص لبعض الناس اللي هي ليها عمل فعلي وابتدي احسن من دخولها. ما دي لا، ما هو اللي بيشتغل فعلي بياخد اجر اضافي بيعوض الحاجة اللي احنا يعني هيوصل كام في الاخر يا حاج مجدي؟ يعني هو كل اللي فيها انا ما حدش يوصل ده انا ما اعرفهاش، بس كل اللي فيه حسب ساعات العمل الشغل بتاعته بنعوض وناخد اجر اضافي ممكن يتعوض ويشتغل. لكن في لكن عشان تعممها وتشتغلها دي ترجع لكل مجلس اداره كل جمعيه. صح. لكن عشان خاطر تعممها هتعمم على اللي بيشتغل ولا ما بيشتغلش. والقانون اصلا كل جمعيه لها مجلس. طب حضرتك قلت نقطه في الاول خطيره. حضرتك قلت لي احنا بنطلب منهم كجمعيات ومجالس اداره يعملوا مشاريع علشان يدخلوا فلوس ومحدش عمل حاجه لغايه دلوقتي. ليه؟ ما في يعني هو ما بيعرفش هو ايه العطله منين او الناس اتعودت على انها تشتغل. ولان هو هناك دلوقتي الجمعيات المحليه في المحافظات اصبحت محدده بالخطر
وهتبقى عبء على الفلاح نفسه في المرحله، لو ان احنا ما فكرناش وطلعنا من عمق الزجاجه اللي احنا بنفكر فيه. لو الكيماوي اتحرر بفكره من القرار في لحظه من اللحظات، خدت بالك؟ هيبقى الجمعيات الزراعيه ما عادش لها دور. صح، لان هو خلاص انت الخدمه اللي انت بتقدمها، انت لابد ان انت تدور على دور الفعال للخدمه للفلاح نفسه والجمعيه والفلاح، لان الجمعيه ديت المفهوم بتاعها يا استاذ سامح ان الناس مش فاهمه ان دي جمعيته وما بناها ملكه، والاساس اللي فيها بتاعه بتاع الفلاح نفسه اللي هو حارس الجمعيه. ففي دي غايبه عن الناس. الناس مفكره الجمعيه شهر الكيماوي. الجمعيه دي موجوده عشان خدمتك وتسويق محاصيلك، المفروض نقعد وتشاور. طب ما هي لما تكون ما بتقومش بالدور ده يبقى ايه لازمتها؟ ما هو احنا كنا بنطالب بقى الوزير نشوف الجمعيات اللي هي ما بتقومش بالدور دي تتفضل. ما نبقاش عدد لموم وخلاص. وده الصح فيها. يعني انت ما بتعملش اي خدمه غير ان انت بقيت عندي مخزن لشكاره كيماوي. ما تبقاش عبء. لا متشكرين. نقول له شكرا، نستفيد بالمكان ده في مشروع تاني بصراحه. احنا ما احناش عايزين، احنا التعاون الوحيد التعاون في مصر ليه نظام خاص للخاص غير التعاونات العربيه. حاج مجدي حضرتك زرت التعاونيات على مستوى الدول العربيه كلها تقريبا. انا بقول لحضرتك اهو التعاون في مصر حيازه مش هذا. حيازه حيازه عاوز تشوف تعاونيات في خمس عربيات تخش وتعمل حيازه وتطلع عنده ميه صداره. والكلام ده ما ينفعش يعني. احنا التعاونيات حيازه، لكن هناك بره التعاونيات استثمار. استثمار ايوه. فعشان كده التعاونيات بره جهزت في العالم في الدول بتاعتنا. لا دور حقيقي في المجتمع. طب انا هستاذن حضرتك ان احنا يبقى لينا لقاء مع حضرتك نناقش فيه ملف التعاونيات اكتر او الجمعيات التعاونية، لان يعني دي مشاكل ليه حق الموظف فعلا في الجمعيه ما يعرفش. المفروض يا استاذ سامح العضو الموظف التعاوني يكون مرتبه يفوق مرتب القطاع الحكومي. صح، لان انا بشتغل وكنت بشتغل وبنتج واعمل، يبقى المفروض احفز واشتغل. بشكرك يا حاج مجدي. الحاج مجدي الشراكي رئيس الجمعيه العامه للاصلاح الزراعي. احنا لسه قدامنا مجهود كبير يا جماعه، وفي اوضاع كتير لازم يتم يعني اصلاحها. حتى هو الحاج مجدي بيقول لي ده في جمعيات احنا هنطلب من السيد الوزير ان الجمعيات دي ما مش عايزينها مش محتاجينها. الناس فاهمه ان هو مجرد بيجيب شكاره كيماوي يحطها في المخزن وبيديها للفلاح. طب لو الكيماوي ده تم تحرير سعره ايه لازمه الجمعيه؟ ما هو هيبقى موجود في كل مكان وبالاسعار باسعاره هو اللي في ليه هعمل جمعيه ليه ساعتها؟ فين الاستثمار الحقيقي داخل الجمعيه؟ كنا بنتكلم قبل كده ان القانون لا يسمح، النهارده القانون يسمح ويتيح وفي حريه كامله. وقلنا يا جماعه القطاع الخاص ممكن يخش بنسبه، وقلنا يا جماعه لازم نطور ونعمل مشروعات صغيره، احنا بنتكلم النهارده على تنميه حقيقيه داخل القطاع الزراعي، يبقى لازم نشوف كل ادواتنا. كل دول العالم الزراعيه بتتقدم ان هي تخلي بالها من التعاونيات. التعاونيات الوحيده في مصر هي اللي دورها قاصر على شكاره الكيماوي. انما لو الفلاح احتاج مستلزمات انتاج كامله، بكلمك على بذور وتقاوي، بكلمك على مبيدات، بكلمك على مخصبات زراعيه فين؟ بكلمك على ميكنه زراعيه فين؟ بكلمك على مهندس زراعي يقدم له خدمه. الناس بتقول يا جماعه وفروا لنا المبيدات عشان احنا عايزين ناخدها من مكان موثوق فيه تابع للدوله واحنا هنشتريها، بدل ما بنروح نشتري من اماكن غير مرخصه. ده الفلاح اللي بيقول وانت قاعد مستني. وانت قاعد لسه مستني.